أهلا بحضراتكم مشاهدينا، ولقاء يتجدد على أرض مصر نرصد فيه بعدسات كاميراتنا أهم الأحداث والأخبار التي تحدث على أرض مصر. ملف من أهم الملفات اللي بيحلم به المصريين كلهم هو ملف منظومة التأمين الصحي الشامل، واللي دخلت مرحلتها الثانية، وطبعا إن شاء الله بنأمل إن احنا نخلص كل المراحل عشان بالفعل يتم تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، لأن مفيش حاجة أهم من الصحة بالنسبة للإنسان. النهاردة هنعرف أكتر عن هذه المنظومة. بيسعدنا يكون في ضيافتنا النهاردة أستاذ الدكتور مجدي عدلي، أخصائي إدارة المستشفيات والجودة الشاملة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة. مرحب بحضرتك، أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. خلينا نبدأ نتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل ونفكر الناس بيها. تمام. طيب، هو مبدئيا منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر نقلة نوعية بالنسبة للخريطة الصحية في مصر تحديدا. وطبعا احنا لو حبينا نتكلم عن التأمين الصحي الشامل لازم نرجع ل 2014 لما تم وضع الدستور المصري في المادة 18 منه، انه الحق في العلاج لكل مواطن وتخصيص نسبة من الدخل القومي يعني بما يوازي 3% من قيمة الدخل القومي. وبالفعل ده تم ترجمته على أرض الواقع في ظل اهتمام فخامة السيد الرئيس ووضع ملف الصحة والتعليم على أولويات الأجندة الخاصة بسيادته. يعني طبعا صدر القرار رقم 2 لسنة 2018 بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو نظام اجتماعي تكافلي، يعني اجتماعي وتكافلي يقوم على تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين دون تفرقة، وهو بالمناسبة إلزامي لمن هم داخل جمهورية مصر العربية واختياري لمن يقيم خارج جمهورية مصر العربية. طبعا مع الوضع في الاعتبار أن الدولة تقوم بتحمل أعباء التكلفة المادية للاشتراكات لغير القادرين، وطبعا غير القادرين ده مفهوم لازم يتم تحديده عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بحيث يحدد الأولويات لمن هو غير القادر. طبعا يعني مثلا زي مثال مثلا كل من هم يدخلون في منظومة حياة كريمة أو التكافل كرامة ده هيبقى معفى تماما من تحمل أي تكلفة مادية أو اشتراكات سنوية بالنسبة للتأمين الصحي الشامل. احنا كنا طبعا في الفترة السابقة طبعا التأمين الحالي بشكل الحالي طبعا هو بالمناسبة يقدم خدمات وخدمات كتير جدا. الاختلاف ما بينه وما بين التأمين الجديد، هو سؤال ده سؤال وجيه جدا. هو الاختلاف الوحيد انه التأمين الحالي بوضع الحالي محدد لأشخاص معينين، طبعا لكل من هو تحت مظلة هيئة التأمينات الاجتماعية. في ناس طبعا يعني وده يعني اكتر من 60 مليون مواطن لهم تأمينات اجتماعية ويتمتعون بخدمة التأمين الصحي، بالإضافة إلى طلبة المدارس حتى سن الثانوية العامة، فدول برضو بيتمتعوا بخدمة التأمين الصحي. لكن بعد كده مثلا طلبة الجامعات بيخرجوا من مظلة التأمين الصحي، اللي هو العمالة الغير منتظمة، يعني اللي هو ملوش تأمينات يعني اجتماعية. الفئات المستهدفة بس هي الفرق، ولا في فرق كمان في نوعية جودة؟ ما أنا لسه جاي أقول لحضرتك ده فرق بالنسبة للفئات المستهدفة، لكن هناك فرق اللي هو في النقلة النوعية. أيوة. في تقديم الخدمة الطبية نفسها. نظام التأمين الصحي الشامل اللي يعني اللي تم طبعا هو تم على ثلاث مراحل، وبالمناسبة كان في خمسة رئيس لي دور في تحديد المدة المستهدفة لتطبيق النظام، لأنه الدراسة الاكتوارية في الأول قالت أنه عشان نقدر نطبق النظام ده باستدامة، يعني لأنه أي نظام لازم
اول ما يبتدي يشتغل اهم حاجه فيه انه يستديم، يفضل شغال، مش هيطبقه سنه او سنتين وبعدين اوقفه. هل محتاج 15 سنه عشان يتم تطبيق تعميمه على كافه محافظات الجمهوريه؟ فقامت السيدة الرئيس قال لا، احنا عايزين نضغط الفترة دي بحيث انه الكل يتمتع بخدمات طبية مميزة لنخليها 10 سنوات فقط. زي ما قلت لحضرتك، التأمين الصحي الشامل ده بيعتمد على 3 هيئات منفصلة. هو في الأساس التأمين الصحي الشامل بيعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وده بيدي نوع من الشفافية وفي نفس الوقت نوع من الرقابة على مقدم الخدمة. تمام، جميل. طبعا الهيئات المنوطة في التأمين الصحي الشامل اللي هي هيئة التأمين الصحي الشامل، ودي هيئة يعني منوط بها ان هي تتعاقد مع مقدم الخدمة ولكن لا تقدم الخدمة، هي تتعاقد مع مقدم فقط. بالضبط. تمام. ولكن التعاقد والتمويل. هيئة التعاقد هيبقى مع المستشفيات الحكومية والخاصة ايضا. والخاصة. تمام. هو ما احنا جايين في سياق الكلام هنتكلم في النقطة دي. يعني هيئة الرعاية الصحية، ودي الهيئة المنوط بها تقديم الخدمة الصحية للمواطن. تمام. وبعد كده هيئة الرقابة والجودة، ودي بقى اللي بتراقب المنظومة ككل عشان تضمن خدمة طبية مميزة للمواطن المصري. جميل. لأن هو في المقابل الدولة بتدفع فلوس لمقدم الخدمة، فأنا لازم أضمن أن أنا واخد خدمة مميزة للمواطن اللي هو أنا بديله الخدمة. طبعا زي ما قلت حضرتك، تفضلت حضرتك، بالنسبة للقطاع الخاص من ضمن المشاريع الكبرى اللي هي يساهم فيها القطاع الخاص، ويمكن يعني الكثير ينادي بأن القطاع الخاص يندمج في الاقتصاد المصري، منظومة التأمين الصحي الشامل دي ده خير دليل على أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الدولة في تقديم الرعاية الصحية والخدمة الصحية للمواطن المصري. معنى كده ان المواطن المصري اللي عنده يعني اللي تم تفعيل فيها منظومه التامين الصحي الشامل في المحافظات الخمسه اللي في المرحله الاولى، هل اي هنتكلم عليهم بس. تمام. اسال حضرتك، هل المواطن لو عنده اي مشكله سواء كانت عمليه وحتى لو كانت عمليه كبيره يستطيع بهذا كارنيه التامين الصحي ان هو يدخل اي مستشفى قطاع خاص ويطلب الخدمه؟ بص حضرتك، انا هشرح لحضرتك المنظومه ببساطه. هو زي ما انا قلت لحضرتك انه في هيئه التامين الصحي الشامل بتتعاقد مع المستشفيات، حتى المستشفيات الخاصة. تمام. ولكن المستشفيات الحكومية بيتم تطويرها لكي تتواكب مع المستشفيات الخاصة والمعايير العالمية، مش المستشفيات الخاصة. تمام. لأنه قال بال حضرتك، ما هو في مستشفيات خاصة بتيجي لجنة من اللي هي هيئة الرقابة والجودة وهيئة الاعتماد بتشيك عليها، لو هي مش مطابقة للمواصفات العالمية والمواصفات اللي أنا محتاجها من مقدم الخدمة أنا مش هدخلها معايا في المنظومة. صح. مش معنى أن هي قطاع خاص فيبقى هي لا، ده لازم تكون مواصفات خاصة، يعني في مواصفات خاصة لما يدخل في هذه المنظومة. ده حقيقي. تمام. تمام. لأن أنا باخد بشتري منك الخدمة، مقابل ذلك لازم تديني خدمة مميزة، لأنه المريض اللي رايح لك ده مش رايح لك أنت، ده هو جاي لي أنا في الأساس. أيوه. كتأمين صحي شامل. فحتى لو حصلت مشكلة بيرجع لي أنا كمنظومة التأمين الصحي شامل، مش بيرجع لك أنت ككيان خاص أنك أنت اللي عملت له الخدمة يعني. طيب خلينا أتوقف عليك. اتفضل حضرتك. طيب أتوقف عند النقطة دي وأكمل مع حضرتك بعد الفاصل ما يتعلق بالمرحلة الأولى وفعلا ما تم إنجازه، هل زي ما حضرتك بتقول نفس الكلام ولا نطلع لهذا الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مشاهدين. عودة مع حضراتكم. ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وهناك مراحل بيمر بيها المواطن أو الطالب بهذه الخدمة، المراحل أو المنتفع بهذه الخدمة، المراحل دي بتكون إيه؟ بص حضرتك، هو في البداية منظومة التأمين الصحي الشامل بتعتمد على حاجة اسمها طبيب الأسرة أو طب الأسرة، ده البداية.
او في البدايه اولا معلش انا اسف بيبقى في الاشتراك اللي هو تقديم الاشتراك السنوي للهيئه على اساس ان يبقى في تمويل تقدر الدوله او هيئه التامين الصحي الشامل تطور وتعالج وتدفع والاشتراك ده وفقا بيختلف وفقا لكل دخل كل واحد للفئات يعني تمام. مثلا الفئات الحكوميه غير الفئات اللي هي في القطاع الخاص غير المغطى تامينيا من شركات خاصه يعني تمام. بعد ما بيدفع المنتفع او المواطن عنه وعن اسرته سواء الزوجه او الاولاد بنسب الدوله بتحددها يعني بيطلع له كارنيهات ليه كارنيه ليه هو وكارنيه لاسرته كل واحد باسمه للزوجه والاولاد وبيتعمل لكل واحد فيهم ملف طبي. مين اللي بقى بيعمل الملف الطبي ده؟ اللي هو طبيب الاسره. تمام. يعني يجي مثلا يعمل ملف طبي للزوج مثلا بيعاني من امراض مزمنه من ضغط من سكر من سمنه عنده مثلا مشكله في الكلى عنده كذا وكذلك لباقي افراد الاسره. لما بيحصل انه مشكله صحيه للمنتفع بالخدمه بيروح بقى لطبيب الاسره اللي هو مربوط عليه الاسره دي. يعني كل مجموعة أسر مربوطين على طبيب الأسرة بيروح لطبيب الأسرة وبيكشف. لو والله الحالة بسيطة يعني ما تستدعاش الإحالة بيتم الكشف وبصرف العلاج. طبعا المنتفع بيتحمل جزء في دفع العلاج بس جزء بسيط جدا يعني يعني لا يتجاوز 10%. لو احتاج برضو تحاليل برضو بيدفع جزء صغير جدا. لو اشعات نفس الكلام. بعد كده لو في مشكلة كبيرة بالنسبة للمنتفع التأمين الصحي الشامل بيتم حاجة اسمها الإحالة. الإحالة ان هو مثلا هو الممارس ده بيبقى يعني لسه ما خدش درجة الماجستير أو الدكتوراه مش متخصص في المرض يعني بالضبط فبيبعتوا بقى للمتخصص سواء أخصائي أو استشاري. تمام. الاستشاري بيشوف والله الحالة تحتاج مثلا لعملية. طبعا ده احنا بنتكلم على 99% من التخصصات يعني أي سواء بطنة سواء عظام سواء حتى لو أورام. تمام. الميزه بقى في 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 المنظومه ايه بقى؟ انه زي مثلا المريض هيحتاج راح واكتشف انه محتاج عمليه. العمليه دي لو هيعملها مثلا في مستشفى خاص على الوضع الحالي يعني هتكلفه مثلا 1,000,000 جنيه. ممكن في المنظومه منظومة التأمين الصحي الشامل دي لا تتجاوز العملية كلها مع 1,000 جنيه أو 2,000 جنيه. ففرق شاسع طبعًا جدا طبعا يعني أيا كان نوع العملية بالظبط كده. ومفيش ويتنج ليست بقى والحاجات اللي احنا كنا فيها. ما هو ده بقى الميزة بقى. تمام. مفيش ويتنج ليست لأنه أنت بتدخل بالإضافة للمستشفيات الحكومية بتدخل القطاع الخاص معاك. وإذا تم يعني رفض المستشفى زي ما كان بيحصل زمان لما بالزبط. تدخل المستشفى يقول لك لا لا أصل أنت ما ادفع الأول لا لو لا تم رفض ده يتوجهوا لمين؟ ما هو مش هيحصل. ليه بقى؟ لأنه المستشفى الخاص مش بتحاسب المريض. مش بتحاسب المريض هي تمام. بتحاسب الهيئة هيئة تمام. التأمين الصحي الشامل تمام. يعني هو المريض بيدفع فيسز او اشتراكات كاشتراك يعني رمزي لكن التكلفه الفعليه بتبقى على جانب هيئه التامين الصحي الشامل هي اللي بتدفع للمستشفى. عشان كده المستشفى مش هتطالب المريض باي حاجه يعني بمجرد ما هو معاه بس ما يثبت اللي هو الكارنيه ان هو مشترك في نظام التامين الصحي الشامل. جميل. ده حل كده مشكله كبيره قوي. هتوقف مع حضرتك تاني لتقرير او لفاصل ونرجع تاني. نطلع مع حضراتكم لهذا الفاصل ونرجع نكمل معاكم.
ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية، ولازلنا مع حضراتكم وملف التأمين الصحي الشامل واللي داخل في مرحلته التانية. خليني أتكلم عن ما تم إنجازه حتى الآن. الكلام اللي حضرتك قلته تم تطبيقه بالفعل على الست محافظات في المرحلة الأولى. تمام. هو يعني اللي بيقيس نجاح يعني مشروع من عدمه هو مدى رضا المواطن عن اللي تم. صح. لما عملوا يعني استقصاء عن في المحافظات اللي تم التطبيق فيها، لقوا انه نسبة الرضا عن المشروع تجاوزت 90%. فده معناه انه ده حصل نجاح، ونجاح كويس جدا. يعني المواطن حس انه لا فعلا كان يعني عليه حمل كبير لو لا قدر الله حصل انه دخل في ظروف صحيه او في عمليه او في ما شابه. يعني دلوقتي الموضوع بقى ما بقى زي الاول. بالظبط. بالاضافه الى تحسن نوعيه يعني الخدمه، يعني هي دي اهم حاجه، كانت جوده الخدمه. جوده الخدمه بالظبط، فيها جوده للمواطن. لانه معلش زي ما انا قلت لحضرتك، بقى في رقيب على مقدم الخدمه. من دام في رقيب على مقدم الخدمه، انا معلش انا بدفع لك فلوس، فانا من حقي ان انا اراقب اشوف بقى انت بتقدم الخدمه زي ما انا عايز للمنتفع بتاعي ولا لا. صح. وبالتالي اصبح انه المواطن خد خدمه طبيه كويسه جدا. الدوله يعني عملت نوع من يعني طفرة في مجال الصحة، وانتشلتها من التهالك اللي هو كان حاصل قبل 2014، وده ما لا يخفى عن أحد. طبعا ده ما ينفيش ان احنا يعني من 2014 لحتى 2023 الدولة صرفت على قطاع الصحة ده يعني ما يزيد عن تريليون جنيه على قطاع الصحة من ناحية الانفراستراكشر أو البناء، يعني كأبنية وتطوير الأبنية وتطوير الأجهزة الطبية وتطوير الكوادر الطبية يعني المؤتمرات والتدريب العملي والنظري للكوادر الطبية، سواء أطقم طبية أطباء أو تمريض، لأنه دي العنصر البشري بالمناسبة يعني مهم جدا زيه زي الأجهزة الطبية وزيه زي الأبنية يعني. فبالإضافة إلى تحسين الأجور بالنسبة للأطقم الطبية والجيش الأبيض، كل ده يعني في الآخر صرف على الدولة كتير. فالدولة مش هتصرف الفلوس دي كلها وفي الآخر عشان ناسنج، يعني لازم يكون في مقابل كويس جدا. طيب احنا قلنا المرحلة الأولى فعلا لقيت الإقبال من وراحة من المواطن. خلينا نتكلم على المرحلة الثانية اللي دلوقتي احنا يعني المحافظات المنوط بيها ايه، وصلنا لغاية ايه. بص حضرتك، هو يعني طبقا للدراسة يعني موضوع تطبيق التأمين الصحي الشامل بيبقى بنظام المحافظات الأقل كثافة سكانية، يعني لانه هي دي تعتبر كبدايه تجريبيه، فاحنا بناخد المحافظات الاقل كثافه سكانيه. فاحنا في المرحله الاولى معظمها كان من المحافظات الحدوديه، مثلا زي الاقصر، اسوان، كان طبعا بورسعيد، يعني الاسماعيليه، يعني الكثافه السكانيه فيها اقل. بعد كده بناخد بقى الاعلى يعني شويه كثافه سكانيه. تمام. لحد ما هنوصل بقى للقاهره الكبرى، سواء القاهره او الجيزه او القليوبيه. دول اخر حاجه بقى، القاهره والجيزه. يعتبر دول اخر حاجه، لانه دول الكتله السكانيه الاكبر في الثلاث محافظات. ودول بالخطه الزمنيه ممكن ياخدوا وقت قد ايه؟ هو يعني زي ما انا قلت لحضرتك، الموضوع ككل بيعتمد على التمويل. والله لو موضوع التمويل يعني او المستهدف من التمويل وصلنا له في زمن قياسي، ممكن خلال سنة او سنتين يكون المشروع ككل تم تطبيقه. وبالمناسبة يعني انا احب ابشر السادة المواطنين ان هو بالفعل حاليا
حتى في محافظات القاهرة الكبرى بدأ التطوير الفعلي للمستشفيات الحكومية. يعني احنا دلوقتي شغالين في تطوير الانفراستراكشر او البنية التحتية للمستشفيات الحكومية. المستشفيات الخاصة كده كده هي يعني هي تحت الرقابة كده ولا كده، وبرضو بيتم تطويرها بس بالتمويل الخاص. لا يعني هو كده كده لو يعني في انتنشن او نية ان هو يخش في منظومة التأمين الصحي الشامل فهو بيجهز نفسه من دلوقتي. تمام. لكن انا بتكلم على القطاع الحكومي. القطاع الحكومي بدأ بالفعل ان هو يبدأ يعمل تحسين وتطوير للبنية التحتية وتطوير للأجهزة بحيث تتواكب مع الأجهزة العالمية، ويدي دورات وكورسات للأطقم الطبية عشان أول ما نقول لتأمين صحي شامل هيتطبق الشهر الجاي يبقى احنا جاهزين إن شاء الله. هي دي كل الفكرة يعني. إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، وربنا يوفقكم إن شاء الله، وفي القريب العاجل بالفعل نلاقي منظومة التأمين الصحي الشامل تكون فعلا مغطية كل محافظات جمهورية مصر العربية. بتوجه بشكر مشاهدينا للدكتور مجدي عدلي، أخصائي إدارة المستشفيات والجودة الشاملة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة. شكرا لحضرتك يا دكتور. لا أنا سعيد بحضرتك. شكرا. بشكر حضراتكم مشاهدينا. بكرة إن شاء الله لقاء جديد وملف جديد نناقشه معاكم على أرض مصر.